نعم سمبل ثاني، يعني هو نفس المثال بس زيت الصفر هنا، ما صار شيء، بس وصلنا إلى 1 في 2 أس ناقص 3. هناك بس توقفنا إلى 2 أس ناقص 2، هسه زادت، زاد بت بالبوينت، بالبوينتات. هسه نجي لما نريد نعد هسه بالباينري أرقام، عندنا ما يعرف دائما هسه شو دا أحكي منه أشرح، أقول بت، البت أرمز له بN. من أعرف عدد البت اللي عندي أعرف كم رقم أقدر أمثله إذا عندي هالقد عدد من البت، يعني إذا عندي 1 بت يعني N يساوي 1. عندي فد قانون عام يخص الباينري، شو نسميه؟ 2 أس N. هذا يعطي عدد الأرقام اللي أقدر أمثلها وين؟ بالجدول ماتي أو أمثلها بالباينري. يعني من أقول N إذا عندي بت 1، يعني معناه هذا 2 أس N شو يساوي؟ 2 أس 1 يساوي 2. يعني كم رقم؟ 2. 2 شنو؟ مو 1 و2، لا، 0 0 و1، لأنه الصفر له أهمية طلاب، صفر عندي إلى أهمية لازم ينحسب. زين قلت لي إيه 1 بت، عندي قيم 2 أقدر أمثله، الصفر والواحد، هاي كاتبته 0 1. زين إذا عندي 2 بت، يعني 2 أس 2 يساوي 4، كم بت كم رقم؟ 4، يعني من الصفر إلى 3، هذا من الصفر إلى 3 شلون أمثلها؟ كل رقم عندي أمثله ب2 بت. ليش 2 بت؟ لأنه أنا كاتبة إذا الN عندي يساوي 2، يعني كل رقم 2 بت، يعني هنا الصفر صفر واحدة، بس هنا من يصير عندي 2 بت الصفر أمثله بشنو؟ 0 0، الواحد 1 0، والاثنين 0 1، والثلاثة 1 1. زي ها مين جتي؟ هاي شلون يمثل الثلاثة؟ هذا شلون يمثل 2؟ هنشوفه هنا نفس هسه القانون اللي بالبداية اللي مشينا عليه، هذا لما قلنا 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، بغض النظر عن الكوفيشنت، بعدنا هسه ما عندنا الكوفيشنت اللي اي اس 0 اس 1 اي اس 1 وغيرها. 2 أس 0 شو تعطيني؟ 1. 2 أس 1 2، وهكذا 2 أس 2 4، 2 أس 3 8، والى ما لا نهايه. وايضا بالبوينت 2 أس ناقص 1 يعطينا 0.5، 2 أس ناقص 2 0.25 إلى آخره. هاي الآن هسه، هاي وهاي، هاي إن شاء الله مرور الأيام من تظلون تقرون أمثلة حتحفظوها، يعني ماكو داعي بالحاسب تطلعون شنو 2 أس 3، 2 أس 4، أنتوا حتعرفون إنه الأوزان مالتكم بالنسبة للباينري 1 2 4 8، إذا 4 بت إلى ما لا نهاية. وبالنسبة للبوينتات حتعرفون انه اكو عندني 0.5 0.25 0.125، الى كم رقم حتقدرون انتو تحفظوها بدون حاسبة. فعندي يعني بالنسبة للجدول ماتي ما عندي انا هسه دا اشرح بيه بوينتات، عندي هاي الارقام الصحيحة اللي هي شنو؟ 1 2 4 8، كلها حسب كم بت عندي. زين نانا من دا اقول 4 بت، 2 بت يعطيني 4 قيم، يعني هنا الجدول هذا إذا أريد أسوي جدول عمودي، هنا يعطيني أسوي الديسيمال، وهذا شنو؟ الباينري. هذا إذا N عندي شنو؟ يساوي 2. إذا N يساوي 2 كم رقم أقدر أحصل؟ 2 أس 2 يساوي 4، يعني من الصفر إلى 3، يعني 0 1 2 3. ما دام 2 بت، يعني شنو؟ كل رقم أمثله ب2 بت. عندي هنا دائما من أسوي الجدول مال باينري، هاي الأرقام هسه قلت لكم حفظوها تخلوها هنا، هنا عندي كم بت قلت أحتاج؟ 2 بت، يعني 1 2. 1 من جاية؟ من 2 أس 0، والاثنين من 2 أس 1. هسه أجي الصفر
شي يمثل هنا صفر صفر. ليش صفر صفر؟ هسه هذا إذا أضرب الصفر هذا في واحد حسب القانون الأول بلس صفر في اثنين، شي يعطيني؟ يعطيني صفر بالديسيمال. هذا القانون الأول اللي قلنا عليه، أي زيرو في شنو؟ R أس زيرو زائد أي أس وان، أي وان في R أس وان إلى ما لا نهاية. قلنا هذا القانون إلى ما لا نهاية، هذا القانون شنو نستخدمه؟ من نحول من الباينري أو الهكسا أو الأوكتل إلى الديسيمال. هسا إحنا هذا أريد نطلع رقم بالباينري، من أحوله المفروض من أحوله إلى الديسيمال يطلع لي هذا الرقم الناتج. أول شيء هسا هذا بدل R شح خليه اثنين، لأن يعني إحنا باينري R أس صفر شين عندي؟ اثنين أس صفر شي يساوي واحد، لهذا هنا كتبت واحد. نانة اثنين أس واحد شي يساوي؟ اثنين، فخليت اثنين نعم مباشرة، يعني ماكو داعي أكتب R أس صفر و R أس واحد، أنا المهم تكون حافظتها ببالي. فكتبت رأسا واحد واثنين. ليش واحد واثنين فقط؟ لأنه نان عندي المثال هو اثنين بت، فطلعت الصفر. أجي على الرقم الورا ناش كاتب وان زيرو، شون عندي وان؟ نانة عندي رقم واحد، واحد في واحد واحد زائد صفر في اثنين صفر، فهيطلع لي شنو؟ واحد بالديسيمال. رقم اثنين هو صفر واحد، شون؟ صفر في واحد صفر زائد واحد في اثنين اثنين. ثلاثة شون؟ وان وان جاية من شنو إذا أريد أحولها الديسيمال؟ هذا وان في وان واحد زائد وان في اثنين اثنين، واحد زائد اثنين ثلاثة. أكو طبعا أكثر من طريقة للفهم، هاي أهم طريقة تفهموها علمية. أكو مثلا شنو هذا الجدول شلون صار؟ أي واحد من دولة البتات أحتاجها أخلي ما يقابلها واحد، اللي ما أحتاجه أخلي اللي يقابله صفر الكوفيشنت. يعني هنا رقم واحد شو احتاجيت؟ احتاجيت الواحد فقط، هو فقط واحد، حصل على رقم واحد. اثنين ما احتاجه خليته صفر. رقم اثنين شو احتاجيت؟ احتاج هو بس الرقم اثنين. الواحد ما احتاجه خليته ما يقابله صفر، عامل ما ضربه يصير صفر ما احتاجه. رقم ثلاثة احتاجيت الواحد والثنين، يعني اثنين زائد واحد ثلاثة، فخليت هذا ما يقابله واحد وهذا واحد، هذه مثل الزيرو وهذا مثل اي ون، اضرب واجمع ويا هذا الارقام الفوق حصل على القيمة بالديسيمال. هاي شنو؟ إذا عندي 2 بت. أنا شوية نصعبها، نخليها إذا الآن عندي شنو؟ 3. إذا الآن يساوي 3، يعني 3 بت، يعني كل قيمة من هاي القيم الصفر واحد واثنين وغيرها أمثلها، يعني هذا الصفر مثلا يحتاج أنه أمثله 3 صفارة إذا عندي 3 بت. يعني حتى لو ما أحتاج أني هي صفر واحد كافي، بس ما دام قلت 3 بت لازم 3 مراتب، وهذا لازم نحصل هذا الجدول إذا عدي 3 بت. 2 أس N 2 أس 3 إيش قد يطلع؟ 8. يعني الأرقام اللي أقدر أحصلها من 3 بت شنو؟ من 0 للسبعة. فأسوي جدول دسمة صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. هاي شنو بالباينري؟ همينة واحد واثنين. زين شو أحتاج بعد؟ أنا ثلاث بتات، الواحد جاي من اثنين أس صفر، والاثنين جاي من اثنين أس واحد، شو أحتاج؟ اثنين أس اثنين. نص صفر واحد واثنين ها كم بت؟ ثلاثة بت. زين فاحتاج هنا شو اكتب؟ اثنين أس اثنين شو تعطيني؟ أربعة. يعني عندي واحد اثنين أربعة. زين الصفر شلون مثله بواحد اثنين أربعة؟ صفر صفر صفر. الواحد شلون مثله بواحد اثنين أربعة؟ شنو الرقم يا رقمين من دولة أو ثلاثة أرقام من دولة أجمعها أصل على واحد؟ أحتاج
احتاج فقط هذا الواحد والباقي ما احتاجهم، فلا احتاج ايش قلت خلي له واحد والباقي صفارة. فاذا اريد اتاكد حتكون واحد في واحد واحد زائد 2 في 2 0 في 2 0 زائد 0 في 4 0، فحيطلع لي الناتج 1 بالديسيمال. رقم 2 شلون احصله؟ 0 1 0 حاحتاج فقط 2. 3 1 و 2 3 فاحتاج هذا وهذا 0. الأربعة عندي هاي فقط أربعة أحتاجها ما يحتاج ذولا، فصفر صفر واحد. الخمسة جاي من شنو؟ جاي من أربعة زائد واحد، فواحد صفر واحد. ليش خليتها صفر اثنين؟ لأن ما أحتاجها. أربعة زائد واحد خمسة أحصلها. ستة من جاية؟ أربعة واثنين ستة، ما أحتاج الواحد، صفر واحد واحد. السبعة أحتاجهم ثلاثتهم، أربعة خمسة ستة، أربعة واثنين ستة واحد سبعة، فأحتاجهم ثلاثتهم، خلي ثلاثة وحدات حيطلع لي عندي هذا الجدول. مهم كلش تعرفون شلون تحصلون على هاي الجداول. وأكو مثلا أم ال أن يساوي أربعة، أنا أحتاجها من يصير عندي هكسة اللي هي نظام 16. شنو من يصير أن أربعة؟ اثنين أس أربعة 16، يعني أرقام نحصلها من 0 إلى 15. هذا نفسه يزيد ويزيد البت. كم بت هسه هاي؟ كم بت؟ 4 نا 3، فيحتاج أن نزيد بت واحد هنا. شوف هنا وصلت 2 أس 2، شو أحتاج؟ بت آخر هو 2 أس 3 اللي هو 8، فأحتاج شنو هنا أضيف؟ 8. وهنا حيزيد عمود مال البت هذا. وأرجع نفس الشيء أم أنا أقعد أمثلها، يعني آخر شيء عندي مثلا نسوي لكم يعني فد مو كلها، لأن المفروض بعد عرفتوا الطريقة. نجي هنا مثلا آخر رقم 15، إذا عندي أني 4 بت، يعني كل رقم أمثله بأربعة بت. شلون أحصل له 15؟ 8 زائد 4 زائد 2 زائد 1 أحصل 15، فكلها أحتاجها. فش أقول؟ 1 1 1 1، هاي وحدة من الأمثلة. الاثنين شلون أحصلها؟ شو أحتاج؟ بس هاي الاثنين، 0 1 0 0 وهكذا. إن شاء الله تكونوا فهمتوا شلون تسوون هاي الجداول. زين نجي أنا عايد لك، قال لك هو الاثنين والصفر هو شي يسمي الليست، وثلاثة أس اثنين أس ثلاثة طبعا حسب المثال اثنين أس ثلاثة، وإحنا الموست هو آخر قيمة جهة اليسار، بس أهم شي عندنا أول قيمة اللي هي اثنين والصفر اللي هي الوزنها اثنين والصفر، هي شو تمثل؟ هي مالتنا أي زيرو، مثل الليست سيجنيفيكنت. زين أنا أقول لك أكو قانون نحتاجه، أنا بدنا نعرف أكبر رقم نقدر نحصله إذا عدنا جدول حسب عدد البتات اللي عدنا. يعني من قلنا N يساوي 4، آخر رقم بالجدول وأعلى جدول أو أعلى رقم نقدر نحصله شقد إذا N يساوي 4؟ نمشي على هذا القانون، 2 أس 4 ناقص 1، 2 أس 4 شقد؟ 16 ناقص واحد. فما احنا سوينا الجدول ذكرون نبدأ من الصفر حد ما نوصل ل 15. إذا عدنا البيت شنو؟ مو أربعة، ثلاثة، 2 أس 3 8. شنو أكبر رقم نحصله بالجدول؟ 7، من الصفر ها نتوقف للسبعة، فأكبر رقم 7، فهذا قانون. يعني إذا قلت لك شنو أكبر رقم، طبعا هاي كل الأرقام عندي هسه دا أسويها بالجدول. إذا عندي ديجيت واحد، هسه بعدين نعرف أنا شنو أقصد بالدود ديجيت واحد أو اثنين ديجيت. ناشف هنا أكمل لك، إذا أنا يساوي 5 أقدر أعد أحصل من 0 إلى 31 كم قيمة؟ 32 قيمة. أكبر رقم أقدر أحصله هو الرقم 31، من يجي 31؟ 2 أس 5 ناقص 1، أكبر رقم أقدر أحصله.
إذا عندي طبعا باعتماد على عدد البت اللي أني أطيها، هاي عدد البت. هنا أنا شنو مطيك مثال اللي إحنا هسه شرحنا واحدة من عندهم decimal number، وطاك مثال إذا عندي الان يساوي شنو 4. شو عرفت 4؟ هنا هاي 4 بتات 0 1 2 3، عدد البتات شنو 4، من 0 3 4. إذا عدد بتات 4 شو احتاج؟ 1 2 4 8. 1 جاي من شنو؟ قلنا 2 أس 0، هاي الأوزان. 2 2 أس 1، 2 أس 2، آخر شيء 2 أس 3. فمن 0 ل 3 كم بت؟ 4 بت. يعني كل رقم بت ديسيمال أمثله بأربعة بت. كم رقم أقدر أحصل إذا 4 بت؟ 16 رقم. من 0 ل 15 16 رقم، أكبر رقم هو 15. شلون أمثله؟ هسه قلنا شلون نمثل 5، خلنا نأخذ 5 لعلى التعيين. شلون جدي 1010، هاي إذا أحولها، هاي طبعا شنو؟ باينري 10101. شلون أحولها إلى ديسيمال؟ قلنا هذا القانون الأول هو يستخدم للتحويل من الباينري أو الهكسا أو الأوكتل إلى الديسيمال. فنجي أول قيمة هاي الليست، وآخر قيمة هاي الصفر هو الموست. فعندي الليست اللي هو شنو يمثل كوفيشنت أي زيرو، واحد في شي أخذ يا وزن، أنا عندي هذا شنو باينري 2 أس 0 زائد 0 في 2 أس 1 زائد 1 في 2 أس 2 زائد 0 في 2 أس شنو 3. نجي هنا 2 أس 0 1 في 1 1 زائد هاي 0 يروح، 2 أس 2 4 وهذا 0، شو يطلع لي؟ 1 زائد 4 5، هذا ديسيمال. هاي مثال من الأمثلة. طيب الطلاب، هاي إذا 4 بت، إذا 5 بت حيزيد من هنا، من هنا، من هاي الجهة، جهة اليسار يزيد عمود، 6 بت يزيد عمودين، وهكذا. عندي الهكسا ديسيمال. هكسا ديسيمال هو شنو؟ هكسا من هكسا يعني نظام 16، نظام 16. شلون أمثله؟ 16 هو يتمثل من 0 إلى 15، يعني الان مالته 4 بت. كل رقم أمثله بأربعة بت بالهكسا ديسيمال. فدائما أنا من أخلي الجدول سواء هكسا أو أوكتال، دائما أنا أكرر الباينري. الباينري كلش مهم، دائما نحتاجه. فعندي الديسيمال من 0 إلى 15، شلون أمثله بالهكسا؟ طيب الهكسا ماكو رقم 15 كرقم، عندنا أرقام هو F آخر شيء. عندنا الأرقام من 0 إلى 9 هي نفس الموجودة بالديسيمال، من 0 إلى 9. لكن 10 وال11 وال12 وال13 وال14 15 تمثل بأحرف كبيرة، كبيرة مو small، A B C D E F. هاي لازم نعرف إحنا البي شي تمثل والدي شي تمثل من الطيب الأمثلة. كل رقم من هاي الأمثلة إذا أريد أعرف شو تمثل بالباينري، كل رقم من هاي الأمثلة أمثلها دائما بأربعة بت. الهيكسا دائما يمثل كباينري بأربعة بت، خلوها ببالكم. يعني الأوزان اللي أحتاجها 1 2 4 8، يعني 4 أعمدة، هاي 4 أعمدة. 0 4 أصفار، 1 هذا 1، مثل ما علمتكم شلون تسوون الجدول. زين، نجي